السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو رانا 13 أبريل 2016، راه 3 قبل الأربعاء تاع الليل، وعاودوا لنا لو سيكل دانسومني. مي بون، راك تشوفوا الأحداث تتوالى، أحداث اللي زعما كل وحدة تقول لأختها كحزي، والسؤال يبقى مطروح مازال. يعني والله العظيم نبداو بالسي شكيب خليل. الكلاب تحمي نفسها، تحمي بعضها البعض، وشوف الدخلة هذه نتاع شكيب خليل كيفاش ولا دروك. يعني الكل يساهم في الخبث، يعني لا الدين ولا وازع، ولا الوطنية ولا توازع، ولا الأنفة ولا توازع، ولا الشرف ولا وازع، ولا والو. كل شيء أداة لا أكثر ولا أقل. الزوي كانوا من بكري، معظم الزوي حاشا اللي ما تستاهلش، كانوا من بكري أداة استعملها الاستعمار باش مكث في الجزائر قرن و32 عام، وسلمها عاود حتى هي كي تورنوبي، سلمها لولادها الحركة يستعملوها، وكأنه ولاو يصدقوا صكوك الغفران. راه ولا كيفاش سماوه الشيخ شكيب خليل السوناطراكي، وراه عنده زاوية وقبة، يعني سنصري با ايتونون باش نشوفو من اعوام الناس تمشي تطوف عليه، والمشعوذين يقراو عليه الفاتحة. ما تشوفوا الرخص يعني اللي وصلنا له، لا اله الا الله محمد رسول الله. والفضائح طبعا، ما فضائح الخيانة العظمى ما بقاتش، حتى وين دسوها ما بقاتش. هما الفضائح موجودة من بكري، من وقت الاستقلال ولا من قبل الاستقلال، ولكن كان فيه جدوى انهم يدرقوا الشمس بالغربال، ولا يغطيوا يردوا الغطاء للبير. دروك حتى البير انفضح، ما ولا ما كاش غطاء يقدر يغطي فضائح كي من دي. بوسي بوشوارب ولي كونت اوف شور تاوعه، ولالا بن غبريط وولدها اللي ممثل دائم في الامم المتحده، و و و و و وشي اللي راه دايرته، التعامل اللي راه تعامل به السلطه، الاستاذ الجزائري ايا كان. يعني والله العظيم لا بنادم فاش يهضر واش يخلي. اصبح تحت حكم هذا القزم المقعد المفشل هذا، ماشي فاشل، هذا مفشل، هذا فشل امه برمتها، فشلها، ركعها الارض، باع العرض نتاعها وباع الشرف نتاعها، وردها تتسول حتى على الحقوق نتاعها. ولا الجزائر دروكي مدوا له سكنه وكانهم داروا فيه مزيه كبيره، ما يعتبرش انه هذا حقه، وبلي راهم طولوا باش عطاوه حقه، يعتبر انه سي بوتفليقه وكانه صرفها من جيبه. والله الله يخف على يفكرني باللونجاج اللي كانوا خوتنا المغاربه، حتى هما راهم تطوروا على كل حال، راهم تحروا من هذه العقليه، ولكن احنا ولينا لها عقليه انه رانا تحت رحمه الملك بوتفليقه وحاشيته العائله الملكيه، وحاشيته العائله الملكيه العسكريه وما الى ذلك. يعني دروك رانا تحت رحمتهم، ولازم نقولوا الاشياء بكل صراحه، ما نبقاوش نكذبوا على رواحنا. وديك الزعامه والنفخه الخاويه هذيك ما توصلش، ما راهاش توكل الخبز حقيقه، والله ما توكل الخبز.
ولينا نشوفوا بعضنا بعض حتى باش نمدوا يد لبعضنا بعض ما أصبح شيء غير ممكن. نحكي لكم واحد الحكاية خفيفة. اليامات اللي كانوا الأساتذة داروا هذاك السيتينغ تاعهم في بودواو، أنا كنت في باب الزوار هذاك الوقت، وبانت لي باللي نمشي نساندهم، وإذا بي نشوف لافتة معلقينها خاوتنا الأساتذة، يا بوتفليقة يا محبوب، مانيش عارف والله ما راني عاقل. المهم والله العظيم يلا، وكأنهم رفدوني من السما وخبطوني على الأرض. يعني ما زلت عاد عندكم تأمنوا بموكا، ولا راكم تأمنوا بالغولة، ولا بترقوا، ولا ما فهمناش. هذا بوتفليقة هو رأس الخراب في البلاد، وهو من أتى بكل رؤوس الخراب في البلاد. وريونا إنسان واحد صالح جابه بوتفليقة للبلاد، إنسان واحد برك، أعطونا مثال واحد برك. يمكن كانوا كاينين وحدين هكا شوية فيهم الضوء، حتى اللي كان فيهم رافدين شمعة هكا قلاهم، أصبحت البلاد برمتها خراب في خراب، من وزرائها لولاتها لرؤساء الدوائر للمسؤولين للمدراء لعمداء الجامعات، لخراب في خراب، المسؤولين في الشرطة، المسؤولين في الدرك، المسؤولين في الجيش الوطني الشعبي، ما نحكوش عليهم قاع هادوك من بكري، يعني لولا خرابهم لما ارتقوا في الرتب. هذا بوتفليقة راكم معلقين لافت عليه، بوتفليقة يا محبوب، والله العظيم لا أجب. كنت أظن أنه قم بالمعلم ووفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، ولكن هذا الرسول هادو يعني ما أنا ما فهمتهمش. على كل حال مزيان اللي ما مشيت، هذا هو. هذا لا يعني أن الموفمون تاعهم او كونترار سي ان موفمون كيلفو ا تو بري سوتونير، يمكن هذه شرذمة منهم اللي علقت هذه اللافتة، ولكن كان من الواجب أنهم هم الأوائل ما يسمحوش بهذه الشعارات الكاذبة، أنهم يرفعوها على رؤوسهم عبد كما الخائن بوتفليقة. إذا السؤال المطروح دروك، وهو بما أن الأشياء راها دروك واضحة وضوح الشمس، ما هي مسؤولية المواطن اللي راه باقي فيه شوية نتاع النخوة، شوية نتاع البذرة نتاع الذمة، اللي راه باقي فيه بذرة نتاع ضمير، بذرة نتاع الانتماء لهذا الوطن، وش هي مسؤوليته؟ هل القوى الخيرية اختفت من هذه البلاد ولا بقات؟ يعني وصلنا لدرجة أنها ما تقدرش تتكاتف وتشكل صرح جبهة بأحق معنى الكلمة. مانيش نهضر على جبهة القايد صالح تحت رئاسة شوشان وما إلى ذلك، الجبهات الكاذبة هذه اللي راها تجي ترهج في المواطن، لأنها النظام هذا سلب لها كل رصيد الثقة اللي كان عنده، ويزيدوا الجبهات هادو حتى إذا كان شوية ثقة باقية في خاطرهم يزيد يقلعها بتاتا وإطلاقا. وهذا ما يجعل أنه أصبحنا نشوف في بعضنا بعض، حتى ولو فيه ناس يمكن ما زال باقي فيهم النزاهة، ولينا نشوف بعضنا بعض وكأننا عديان، وشكون اللي راه يصفق؟ الخيان، السراق راهم يصفقوا. ما نهدرش على المعارضة، لأنه لن ولم تكون معارضة من قبل في الجزائر. المعارضة راني نهدر على المعارضة المعترف بها، يعني حمص وبنفليس وجلال سفيان وما إلى ذلك.
كل هذا الله يخلف على الكلاب تاع الدراس اللي ربونا هاد الديوبة اللي دروك راهم ولاو يصولوا ويجولوا في البلاد. كلاب رباو ديوبة وجعلوا منا خرفان. السؤال المطروح: إذا إلى متى نقعدوا خرفان؟ إلى متى نقعد خرفان؟ لا حول ولا قوة لنا، لا أكثر ولا أقل. يعني راني السؤال هذا يعني راني نطرحه لنفسي قبل ما نطرحه لأي إنسان واحد آخر، باش ما تحسبونيش باللي أنا راني حاسب رعانات. أنا يعني خروف في وسط الخرفان، لا أكثر ولا أقل. يمكن خروف اللي راه يسمح لنفسه أنه يطرح أسئلة على نفسه وراه يتخبط بالك يصيب جواب. والهدف هذا هو أنه الخرفان يهضروا بعضهم بعض، يبعبعوا بعضهم بعض، يمكن كاش ما نخلفوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.